حنا خويا فين ما طاحت في شي امطار حنا تنولي مهددين بالاطفال ديالنا هنايا. كما تشوف هنايا تشوف غارق هنا بواحد 8 متر ولا اكثر هنايا، وحنا كنطالبوا بالجامعه ولا باي مسؤول كما كان كيشوف هذه الحاله يجي يدير لنا شي حل. حنا راه وسط الدوار، حنا راه ولادنا اللي بغى يمشي للمدرسه خاص من يدي. حنا راه كيقعد واحد 15 يوم يعني من ورا الشتا، واحد 15 يوم كيبقى هنا عامر مهددين. الدراري هنا هو المتنفس الوحيد ديالهم، كتشوفهم هنا كيلعبوا يعني كتولي الدري خارج خايف عليه، يعني ما يمكنش تطلقوا بوحده. وغات كتشوف بوحدك هنا، ماشي تنكذبوا ولا شي حاجه، راه امام الواقع هذاك امر الواقع. تشوف اصاحبي، وحنا كنطلبوا باي مسؤول كيما كان، حنا تنطالبوا بهم يقادوا لنا هاد الحافير، يعمروه يديروا لنا كريكياش اي طريقه باش حنا المهم هو يقادوا لنا المسائل. حنا في دوار كرادة اقليمي في قيب صالح، حنا كنعيشوا في واحد الازمه زعما لا اله الا محمد رسول الله. في ما صابت شي شتاء او كان شي بحال هاد الفيضان ولا شي حاجه، هاد الحافر راه كيعمر لنا بزاف، وكنعيشوا في واحد العيشه لا اله الا محمد رسول الله، والدراري ولادنا خايفين عليهم بزاف، اللي موتوا لينا والناس اللي عندهم البايم راه كيطيحوا هنايا. تقريبا هذا الحافر هذا محفور بواحد 7 متر. دابا كنطلبوا من المسؤولين يعطونا شي حق لهذا الحافر هذا. حنا دوار كرادة اقليم فقيه بن صالح، كنطلبوا خامه الحافر يدوا معنا شي حل، يعمرون هذا الحافر ولا راه وسط الدوار كما كتشوف. بزاف بزاف، ما كانت شي بحال شي امطار غازيه كثيره راه كنتعذبوا بزاف. تخافوا على اولادنا، ها هو جوا وسط الدوار، ماشي شي حافر صغير ولا راه حافر كبير بزاف. وكنطلبوا من المسؤولين يدولنا شي قانون لهذا الحافر هذا.